أهلا بكم. ما الذي يجري في نينوى على يد ميليشيا بابليون المنضوية ضمن ميليشيات الحشد في العراق؟ كيف تقرأ تصريحات الكاردينال لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم التي اتهم فيها زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان والتحريض على الفتنة الطائفية؟ ماذا تعني التظاهرات التي قامت بها ميليشيات الحشد ضد الكاردينال؟ وما هي جرائم ميليشيا بابليون التي تبرأ منها رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق لويس ساكو؟ وما علاقة ميليشيا بابليون بإيران والPKK؟ وما هو موقف حكومة السوداني مما يجري في الموصل والذي لم يستطع حتى دخول سنجار مثلما يرى مراقبون؟ فكيف سيكون له تأثير فيما يجري في الموصل أو في أي مدينة في العراق؟ سيكون معي مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة ضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور. وأرحب بالأستاذ سالم كاكو رئيس أو نائب سابق في برلمان كردستان العراق عن الطائفة المسيحية. أستاذ سالم مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم. إذا نشاهد سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. الميليشيات المنتشرة في العراق والموالية لإيران تعمل وبدعم حكومي على السيطرة على جميع مفاصل الدولة وتحاول زيادة نفوذها لتحقيق مشاريعها وأجندتها الطائفية، وتحرص على زرع الفرقة وتأجيج الفتن هنا وهناك. زعيم ميليشيات بابليون ريان الكلداني المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية وجه اتهامات إلى الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بأنه خاض معارك انتخابية وباع واشترى بالسياسة على حساب الأمن والمستقبل المسيحي في العراق، فضلاً عن اتهامه ببيع ممتلكات عائدة للكنيسة. بينما صرح الكاردينال ساكو أنه والكنيسة الكلدانية بريئون من التهم الموجهة لهم، واصفاً إياها بأنها ادعاءات لا صحة لها ولا يوجد أي سند يثبتها. فيما أعلن ساكو تبرؤ الكنيسة الكلدانية من ريان الكلداني وأنه لا صلة له بأخلاق المسيح ولا يمثل المسيحيين بأي شكل من الأشكال، وأن تصريحاته المؤسفة تهدف إلى خلق الفتنة الطائفية المقيتة. ميليشيا بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني متورطة بمجازر مروعة وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لا سيما خلال عمليات اقتحام المدن والبلدات وانتهاكات القتل الجماعي والتهجير، إضافة إلى الفساد المالي والتغيير الديموغرافي. أما ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون فقد أعلن في تصريحات سابقة له الحرب على مسلمي الموصل، مهدداً الأهالي بإجراءات انتقامية فضلاً عن قيامه بحملة اعتقالات واسعة في المدينة. تعمل الميليشيات الموالية لإيران لا سيما ميليشيا بابليون جنباً إلى جنب مع ميليشيا حزب العمال الكردستاني PKK المصنف إرهابياً في قضاء سنجار لخدمة مصالحهما في إحكام السيطرة على القضاء بقبضة حديدية لم يستطع السوداني تحديها والدخول إلى سنجار في زيارته الأخيرة للموصل، فكيف يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم؟ ما ينذر بتأسيس مقرات تابعة لإيران خارج السيطرة كما هو الحال في جرف الصخر؟ أبدأ معك دكتور جاسم الشمري. اتهامات صادرة من رئيس الكنيسة الكلدانية لويس ساكو ضد زعيم ميليشيا بابليون المنضوية تحت ميليشيات الحشد في العراق بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية وبالتحريض الطائفي، كيف تقرأ هذه الاتهامات؟ نعم، شكرا لكم، تحية لك أخي سمير ولضيفكم الكريم وللمتابعين الكرام. أعتقد أنه أي دولة في العالم يفترض أن تكون خيمة للمواطنين وأن تكون هنالك منظومة أمنية، وأنا أتكلم هنا بالعموم وليس في الحالة العراقية. نعم.
هذه المنظومة الأمنية يفترض أن تكون رسمية ويحكمها قانون عسكري ولديها قائد يستطيع أن يتحكم بتحركاتها داخل القطعات وخارج القطعات. لكن مع الأسف الحالة العراقية اليوم لا أحد يعلم من الذي يدير المشهد العراقي، هل هي وزارة الدفاع، هل هي وزارة الداخلية، هل هي هيئة الحشد الشعبي. اليوم الحشد الشعبي هو المكون الأكبر العسكري في العراق. لا يمكن لا للدفاع ولا للداخلية أن يتحكموا بتحركات هيئة الحشد الشعبي. وبالتالي أتصور أن هيئة الحشد الشعبي اليوم هي وزارة أكبر من وزارتي الدفاع والداخلية في العراق. وعليه أتصور أن القائد العام لقوات المسلحة يتحكم ربما في وزارتي الدفاع والداخلية، لكنه لا يمكن أن يتحكم بهيئة الحشد الشعبي. حينما نعود للحالة التي نريد أن نتحدث عنها اليوم والمتعلقة بالمواطنين المسيحيين في العراق، وهم جزء مهم وحيوي ومسالم في الحالة العراقية، لم نعهد منهم على مدى السنوات الماضية أي فعل خادش في العلاقات المجتمعية والإنسانية، وبالتالي كانوا أخوة في الإنسانية مع المسلمين بجميع طوائفهم، وهذا ما لمسناه في مناطقنا حينما كنا نتعايش معهم، وكانوا قمة في الأدب والأخلاق والمحبة والتكاتف والتلاحم. الفتن التي بدأت في العراق بعد العام 2003 كانت فتن طائفية مذهبية إسلامية، ثم أريد منها أن تكون دينية ما بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي أتصور وحتى اليزيديين، وبالتالي أتصور أنه ما يجري اليوم في هذه المناطق ومن ضمنها سنجار هو محاولة لإحداث شرخ مجتمعي كبير عبر بوابة الدين. وعليه أتصور أنه من يريد أن يبني الدولة عليه أن يضبط أي قوة تحاول أن تنشر الفتنة الدينية والطائفية والمذهبية والقومية بين المواطنين، لأن هذه الفتن لا تقل في خطرها عن الإرهاب. وعليه أتصور أنه القضية خطيرة وليست قضية قضية ثانوية، وإنما هي قضية جوهرية يفترض أن تعالج من قبل الحكومة إن أرادت أن تذهب بالعراق إلى بر الأمان. نعم. أستاذ سالم كاكو، نائب سابق في برلمان كردستان العراق عن طائفة المسيحية، ما يجري للمسيحيين في العراق، في بغداد، في خصوصا في كمسارة، في المناطق التي يقطنها الإخوة المسيحيون في بغداد، شهدت عمليات تهجير من قبل الميليشيات واستحواذ على أملاك المسيحيين. هذه العمليات ليست بجديدة، ولكن هناك تصريحات جديدة واتهامات من قبل رئيس الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويساكو ضد زعيم ميليشيا بابليون بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية وكذلك الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين. ما طبيعة هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا بابليون المنضوية ضمن ميليشيات الحشد الشعبي؟ أستاذ سالم تفضل. شكرا جزيلا والمستمعين والمشاهدين الكرام. أنا أريد أن أعرف شوي تاريخ الصوت غير واضح، سوف يتم تحسين الصوت والرجوع مرة أخرى للأستاذ سالم كاكو النائب السابق في برلمان كردستان العراق ليجيبنا على هذا السؤال الذي طرحناه. دكتور جاسم، بالعودة إليك مرة أخرى، مثلما تتذكرون أن البابا في زيارته للعراق سابقا، وكانت هذه الزيارة الأخيرة، قام بإهداء مسبحته إلى ريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في العراق وبالتحريض الطائفي.
نرى الآن زيارة لدبلوماسيين وسفراء إلى زيارة تضامنية إلى الكاردينال لويساكو، تضامنية معه ضد الهجمات التي قامت بها الميليشيات سواء لفظية أو غيرها أو تظاهرات. يا ترى كيف نقرأ هذا المستجد خلال هذه المرحلة؟ والله أنا أعتقد قضية إهداء المسبحة يعني ربما يعني نضع أكثر من خط تحت كلمة ربما. نعم. يعني البابا لا يعرف من هو ريال كندان. أي. هذا إن أحسن الظن. نعم. وربما هو يعرف من هو، لكن بالنتيجة نحن لماذا نقفز على الحقيقة الكبرى؟ ما هي الحقيقة الكبرى؟ أن الدستور، أنا أتحدث هنا بالمنطق الذي يتحدثون به، والقوانين الناظمة في العراق توجب على الحكومة حماية المواطنين عبر أجهزتها المدنية والعسكرية. وعليه لماذا نقفز على البابا ونقفز على الأمين العام للأمم المتحدة الذي التقط صورة مع الكلداني وغيره؟ أنا أعتقد أن القضية يفترض أن نقف عند النقطة الجوهرية المحورية، وهي غياب الدور الحكومي الحقيقي على مدى الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم. هذه الحكومات مع الأسف يعني لم تتمكن من ضبط البوصلة الأمنية في العراق. على سبيل المثال، يوم أمس كان هنالك مواجهات ما بين كتائب حزب الله في منطقة البعيثة في بغداد والشرطة الاتحادية، وكأننا أمام يعني قتال ما بين قوتين متخاصمتين، وكانت الهتافات ما من قبل كلا الطرفين التشجيعية الحماسية. هذا خلل كبير. يعني يفترض بميزان المنطق أن تكون القوة الضابطة هي الشرطة الاتحادية، ويفترض أن تكون القوة المتهمة هي يعني الميليشيا حزب الله. وعليه لم نجد حتى في البيان الذي صدر يعني ليلة أمس يعني ووزع صباح هذا اليوم، كان البيان هشا وضعيفا ولم يكن بمستوى الحدث الكبير الذي أقلق الناس. بالتالي هم يقولون هذه الميليشيا هي اشترت هذه الأراضي وتريد أن توزعها لعوائل الشهداء، والحكومة تقول لا، هذه الأراضي يعني متجاوز عليها ونحن نريد أن نطبق القانون. أين الحقيقة؟ الحقيقة يفترض أن تقولها الحكومة، الحكومة هي التي يفترض أن تبين للرأي العام العراقي ما الذي يجري في العراق. هل يعني ميليشيا حزب الله العراقي هي أعلى من القانون أم هي ضمن خيمة كما يقولون القائد العام لقوات المسلحة؟ طيب. هذا الأمر حقيقة، هذا التناقض يفترض أن يعني تستوعبه الحكومة، أنها عاجزة عن يعني وضع النقاط على حروف، وبالتالي هذا يعني واجب كبير على قائد العام لقوات المسلحة أن يعمل من أجل أن ينهي هذه الحالة غير الصحية. الحالة الصحية يفترض أن تكون قوات عراقية رسمية، وأنا هنا أتكلم بالمنطق يعني وليس بالمنطق الذي لا يوجد هذا المنطق في العراق أصلا. ويفترض أن تكون قوات عراقية رسمية منضبطة يضبطها القانون العسكري في كما معلوم في كل دولة، لكن هذا الأمر حقيقة غير موجود. وبالتالي رأينا بالأمس أيضا أن سيارات تابعة لميليشيا حزب الله يعني طلب منها في أحدى نقاط التفتيش ببغداد أن تتوقف ولم يعني تتوقف، وبالتالي من الذي يسيطر على الشارع العراقي؟ نعم. هذه نقطة يفترض أن تجيب عنها الحكومة للرأي العام العراقي. نعم. اسمح لي دكتور جاسم، عاد إلينا مرة أخرى، تم تأمين الاتصال بالأستاذ سالم كاكو. أستاذ سالم مرحبا بك، تسمعوني الآن؟ أهلا وسهلا. نعم نعم تفضل أستاذ سالم. كنت قد سألتك عن هذه الاتهامات ضد ميليشيا بابليون وزعيمها ريان الكلداني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في العراق. ما طبيعة هذه الجرائم والانتهاكات
اتهامات له بالاستحواذ على كنائس وممتلكات المسيحيين خلال هذه المرحلة. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم وبالضيف الكريم. أهلا بك أستاذ. أنا خليني أرجع لورا شوية. تاريخ الكنيسة أكثر من 2000 سنة. نعم. ولها نظامها الخاص وقانونها الخاص، وهذه الكنيسة تدار بموجب هذا القانون، هذا القانون وهذه التعليمات التي تصدر من قمة الكنيسة ورئاسة الكنيسة، التي تنظم شؤون المسيحيين من الناحية الدينية وتدير أوقافها، سواء كانت هذه الأوقاف كممتلكات وعقارات، سواء كانت مخصصة من قبل الدولة أو مشترى من قبل الكنيسة أو مهداة من قبل الناس مؤمنين لها. الكنيسة هي المسؤولة عنها، ولا يحق لأحد خارج مؤسسة الكنيسة حتى إبداء رأيه بها، حتى إبداء رأيه لا يحق له. الواحد اثنين، بغياب الدولة، بغياب سلطة القانون، بغياب المؤسسة الأمنية الرسمية للدولة، كل ما يحدث في العراق هو نتيجة لذلك، وهذه تأتي نتيجة المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة التي هي تمثل في البرلمان وتتمثل بالحكومة، وهي التي تضعف الحكومة ولا تجعل من الحكومة أن تكون حكومة قوية تدار من قبل الحكومة وتدار مؤسسات الدولة بواسطتها. نعم. فبغياب سلطة القانون وبغياب الدولة تكثر هذه، لكن مع كل الأسف لا يحق لأحد التدخل في شؤون الكنيسة أي إن كان مصره بضمن رئيس الحكومة، لا يحق له التدخل في شؤون الكنيسة، لأنه ممتلكات الكنيسة وأوقاف الكنيسة وتنقلات رجال الدين ومالية الكنيسة لا ترتبط بالدولة كما هي في حالة وزارة الأوقاف. إذا تبرعت الدولة أو خصصت بعض الممتلكات أو بعض الأراضي أو قامت بإنشاء بعض المؤسسات للكنيسة، فإذا كانت هذه بناء على طلب الكنيسة، لكن بنفس الوقت لا يحق للدولة سواء كان هذا الشخص وزيرا أو رئيس وزراء حتى رئيس الدولة، لا يحق له التدخل في إدارة شؤون الكنيسة أو إدارة أوقافها. نعم، هل هذا أمر كان موجود قبل الاحتلال؟ أنا حاليا أرجع وأكرر، حينما يكون الوطن مختطف، حينما يكون الوطن مختطف والحكومة مختطفة وسلطة القانون غائبة وسلطة الدولة غائبة، كل شيء جائز. لكن ما يحدث الآن لم نشاهده. يعني الفتنة الطائفية التي أثيرت وبدت منذ 2003 ولليوم، أنا لم أجد بها مثل اليوم. المسيحيين كانوا حدود 1,800,000 إنسان في العراق، حاليا لا يتجاوز عددهم 400,000، والموجودين أيضا لا يتحملون بعد مشقات ومعاناة واضطهاد وظلم أكثر في هذا البلد. إذا كان الهدف هو تفريغ الوطن وتفريغ العراق من هذا المكون الأصيل الذي كان مساهما قويا جدا وأساسيا في بناء الدولة العراقية بكفاءاته وإخلاصه وشخصياته التي يذكرها التاريخ، فأنا بقناعتي أنهم وصلوا إلى هذا الحد، لأنه أكثر من مليون و300,000 مليون و300,000 إنسان غادر العراق، بالإضافة إلى الذي هجر من أرضه، هجر من بيته، هجر من كنائسه، هجر من مدنه. بغداد كانت وحدها تحتوي على حدود 750,000 مسيحي، حاليا لا يتجاوز الموجودين عن 50,000. البصرة كان فيها أكثر من 450,000 مسيحي، حاليا لا يتجاوزون 50,000. عملية الهدف، نعم، هناك منهجية لتهجير المسيحيين أستاذ سالم، هناك منهجية من هذا المكون الأساسي. نعم. رغم هذه المنهجية أستاذ سالم في تهجير المسيحيين، إلا أن هناك زيارة أخيرة تضامنية لرئيس الكنيسة الكلدانية في العراق من قبل سفراء ودبلوماسيين بعد هذه الهجمات الأخيرة، يعني من جانب الميليشيات وريان الكلداني الذي يتهم رئيس الكنيسة ب يعني إن صح التعبير بالمتاجرة بقضية المسيحيين في العراق السياسي. هذا الأمر كيف تقرأه؟ يعني رئيس الكنيسة هو الأدرى بمصلحة الكنيسة من السياسيين أي كانوا، سواء كانوا سياسيين من المكون المسيحي أم من خارج المكون المسيحي. لكن إذا كانوا يهدفون إلى
منافسة زعامة الكنيسة المنافسة على زعامة الكنيسة فهم ليسوا أهلا لها ولا يستطيعون ولا يلحق لهم. صحيح المنافسة موجودة في زعامة شعب، لكن هذه المنافسة يجب أن تكون بناء على الخدمة التي تقدم للمسيحيين وليس على المحاولة على سيطرة مقدرات وأملاك الكنيسة. أستاذ سالم، فيما يتعلق بالأمم المتحدة، الكنيسة هي المسؤولة عن إدارة شؤون الكنيسة وليس السياسيين. أستاذ سالم، يعني الأمم المتحدة نراها يعني تتدخل بشكل مباشر بهذه القضايا المهمة والجوهرية تعتبر بالنسبة لها وللعالم، يا ترى في العراق لماذا تغض الطرف عن كل هذه الانتهاكات وهذه الجرائم وتهجير المسيحيين والاستحواذ على ممتلكاتهم؟ يعني أنا بقناعتي الدول الغربية لم يكن يهمها سوى مصالحها، كذلك الدول الأخرى أيضا، والحكومة غائبة وسلطة القانون غائبة في البلد، فماذا تنتظر من بلد لا فيه سلطة القانون ولا سلطة الحكومة، والحكومة أصلا هي مختطفة، ودول العالم التي لها مصالحها في العراق تفكر فقط في مصالحها، لا تفكر أحدا في مكون معين. الذي تعرض له المسيحيين والإيزيديين وكذلك بقية المكونات حتى العرب السنة وحتى الشيعة أيضا، هذه كلها نتيجة غياب سلطة القانون وغياب الدولة وغياب الحكومة، ولا تتعرض له بغياب بوجود القانون ووجود المؤسسات الأمنية الرسمية التي تحميه وتديره. لكن إذا غابت هذه فالكل يلعب والكل يحاول أن يسيطر على جزء من هذا المكون أو من مقدرات هذا المكون أو ذاك، ولا يوجد أحد ولا يوجد من يحاسبه ولا يوجد من يردعه. فأرجو أنه من الحكومة إذا كان بإمكانها تصحيح مسار الحكومة لإدارة الدولة، وإلا تطرؤ الموجود نرى دائما. أستاذ سالم، إن سمحت لي سأعود إليك مرة أخرى، هناك عامل مشترك دائما، غياب الدور الحكومي وغياب سلطة القانون وتسيد الميليشيات وتسيد فوضى السلاح. يا ترى هل هذا الأمر هو مرتبط، يعني كالعادة مثل ما يرى الكثير من المراقبين، مرتبط بإيران وكذلك بتنظيمات متعددة كتنظيم البككة وما يجري في سنجار؟ دكتور جاسم، يعني إيران دولة معتبرة، دولة لها ثقلها في العالم في المنطقة، يعني لماذا نتكلم عن إيران؟ لماذا لا نقول إنه الخلل هو في الحالة العراقية؟ يعني إيران إن وجدت من يعطيها بعض ثمار العراق فهي ترحب بهذا الأمر، يعني لأنها يعني دولة. من الذي أعطاها؟ هل العراقيون أعطوا لإيران هذه الصلاحية بأن يتسيدوا المشهد في العراق؟ ربما بعض القوى الحاكمة التي لديها ارتباطات يعني فكرية وعقائدية مع إيران، وربما الصمت الشعبي أيضا له دور في يعني استمرار هذه الحالة غير الإيجابية، لأنه حينما تكون يعني حالة في بلد معين، حكومة في بلد معين غير إيجابية، يفترض بالشعب بعد مرور أكثر من عقدين من الزمان أن ينتبه لهذه الحالة وأن يسعى لمحاولة على الأقل تصحيح المسار، ولا نقول قلب الطاولة. اليوم نحن لا أمام تصحيح للمسار ولا أمام قلب للطاولة، ومن يخرج في مظاهرات يتهم على أنه من أبناء السفارات وأنه مدفوع الثمن من الخارج وأنه عميل وأنه داعشي وأنه بعثي وأنه يعني صار النضال في العراق تهمة وليس يعني شيء يمكن أن يتباهى به الإنسان في نظر هؤلاء. وعليه أنا أعتقد أنه يفترض أن يكون الانطلاق كما ذكرت في أكثر من مناسبة هنا، يفترض أن تكون انطلاقة التصحيح في الحالة العراقية من الشارع العراقي، لأننا حينما رأينا يعني مظاهرات المدن الست و مظاهرات تشرين وغيرها لم نجد تكاتفا وتلاحما شعبيا كافيا لنجاح هذه المظاهرات، وترك المتظاهرون أن يعني كما يقال أنت وربك فقاتلا. وعليه أعتقد أنه القضية بحاجة إلى تلاحم ما بين القوى المعارضة من جهة والقوى الناقمة على الحالة السلبية من العراقيين المتواجدين في داخل العراق والشعب، ومن هذا التلاحم يمكن إيجاد يعني كتلة صلبة يمكن عبرها أن
يعني تحرك المياه الراكدة، وكأننا أمام قوة يعني استرطبت هذا حالة التراخي الشعبي، وبقيت تتلاعب بمقدرات العراق. طيب. وبقيت تدفع بعض الأجور الرمزية الهامشية لموظفين، لجيش من الموظفين، وغالبية هؤلاء من الموظفين يعني لا يهمهم ما يجري في العراق، فقط يهمه أن ينتظر ما يدفع له من فتات المائدة في نهاية الشهر. وبالتالي أتصور أنه يفترض أن يكون هنالك تلاحم حقيقي ما بين العراقيين من أجل العمل على تحريك المياه الراكدة. الحالة ليست هينة والحالة معقدة، ويعني أي رئيس حكومة وطني يعني يجد نفسه في موقف صعب جدا، لأنه هنالك قوة أكبر من الدولة، أكبر من القانون، أكبر من الدستور، وهي قوة معلومة للجميع، لكن لا يمكن لأحد حتى أن يشير إليها، لأنهم يخافون من الملاحقات. وبالتالي أتصور أنه يفترض أن يكون هنالك هبة شعبية من أجل تصحيح المسار غير الصحي الموجود في العراق اليوم. طيب أستاذ سالم، بالعودة إليكم مرة أخرى، ماذا تعني سنجار بالنسبة لميليشيات الحشد؟ ميليشيا بابليون منضوية ضمن ميليشيات الحشد، هذه الورقة ربما الكثير من اعتبرها أنها ورقة تتلاعب بها قوى إقليمية وخاصة إيران، يا ترى ما علاقة ما يجري بإيران وخاصة في سنجار أستاذ سالم؟ يعني جيش سنجار وبقية المناطق الأخرى، التعاون بين الأحزاب السياسية تعاون مشروع إذا كان لمصلحة البلد ومصلحة المواطنين، لكن عندما يكون التعاون مع جهات سياسية وبرنامج ومنهاج وتوجيه سياسي من خارج الوطن ويصب في عكس مصلحة المواطن وعكس مصلحة البلد، فماذا تعتبره؟ لكنه أرجع وأكرر، غياب سلطة القانون وغياب الدولة تشجع هكذا علاقات وهكذا تعامل. هو سلطة القانون غائبة والدولة غائبة. حالياً عاد الجيش العراقي إلى سنجار. يا ترى يعني ما هي المكاسب؟ العراقية بدورها في استتباب الأمن. نعم. وعند ذاك الميليشيات أو الفصائل المسلحة تأخذ مكانها الحقيقي ولا تكون بديلة عن القوى الأمنية والسلطات الأمنية وسلطة القانون في البلد. هل هناك من وجهة نظرك أي مكاسب استراتيجية في سنجار لصالح الميليشيات المدعومة إيرانيا؟ والله هذا السؤال ممكن يسألون هم، لأنه يبدو أنه برنامجه ليس برنامج وطني. واليوم مع الأسف، مع كل الأسف، اليوم الارتباط بالأجهزة الأجنبية أو بالدول الأجنبية يعتبر موضة فخر لدى البعض، والوطنية صارت شيء ممكن ومعروف عند البعض. أنا لا أفهم هذه المعادلة. نعم أستاذ دكتور جاسم، السؤال إليك من الناحية الاستراتيجية، ترى هل هناك مكاسب ربما تستحصلها إيران عن طريق الميليشيات في منطقة سنجار تحديدا، وهي منطقة قريبة من سوريا، منطقة قريبة من مناطق الثروات في العراق، منطقة ممكن أن تقوم بزعزعتها من خلال الأمور الطائفية، وخاصة نرى أن زعيم كاز كزعيم ميليشيا بابليون وهو من الطائفة المسيحية يحرض على الطائفية مثلما اتهمه رئيس الكنيسة الكلدانية في منطقة سنجار. يعني هو إيران تعتاش على فوضى، وبالتالي يعني هي لا تريد الاستقرار للعراق، لأنه يعني لو أردنا، يعني لو كانت هنالك يعني إرادة عراقية حقيقية وطنية لتمكنت من بسط الأمن في عموم العراق. نعم. بدليل أنه في بعض الأماكن حينما أرادت الحكومة أن تطبق القانون على بعض القوى الخارجة عن القانون، رأينا أنها نجحت في ذلك. وعليه لا تتصور أن اللص والسارق والقاتل والمجرم هو أقوى من القانون. دائما هؤلاء يخافون من القانون، لكن حينما يرى هؤلاء أن القانون هش والقانون ضعيف والقانون يحابيهم، نجد أنهم في هذه المراحل غير الصحية
نجدهم يظهرون وكأنهم لديهم قوة حقيقية. أنا أعتقد أن القاتل دائما في حالة خوف، السارق دائما في حالة خوف، المرتشي دائما في حالة خوف، الخاطف دائما في حالة خوف. لماذا؟ لأن هذه الحالات الجرمية يحاسب عليها القانون في ظل وجود، يعني أنا أتكلم بالحالة الطبيعية، في ظل وجود دولة قوية. لكن حينما تكون الدولة ضعيفة نجد أن هؤلاء يعني يتنمرون وتبرز عضلاتهم على 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 الفقراء. يعني تخيل معي، نرى بعض المشاهد الفيديوية لشخصيات شبابية لديهم قوات ولديهم جماعات مسلحة ولديهم حمايات، ولا أحد يعرف من هؤلاء. يعني حقيقة شيء مخيف. يعني في أكثر من محافظة رأيت أكثر من شاب، أكثر من شخصية ولديه سيارات مصفحة. من هؤلاء؟ لا أحد يعرف. من الذي يحميهم؟ لا أحد يعرف. من الذي يمولهم؟ لا أحد يعرف. إذن هذه الحالة يعني حالة فوضوية، حالة ضبابية. يفترض معها أن تعمل الدولة، أي دولة، الحكومة، أي حكومة، على تنقية هذه الأجواء. كيف يكون تنقية الأجواء؟ أن يجد المواطن أن البريء آمن. لكن في غالبية الحالة العراقية، ولا أقول جميع، حتى البريء يخاف على نفسه من الملاحقة. وبدليل أننا نتحدث عن بالأمس كان أحد يعني المواطنين من محافظة صلاح الدين يتحدث عن أبرياء في السجون يبتزهم ضابط برتبة نقيب ودفعهم لبيع بيوتهم ولبيع سياراتهم ولبيع أراضيهم من أجل أن يخلصوا رقابهم من جرائم ملفقة. تخيل معي ماذا لو كان هذا الموقف لي أو لك أو لأي أحد من المشاهدين. القضية ليست بهذه السهولة دكتور سمير، القضية مخيفة. تخيل إنسان بريء يتهم بجريمة قتل ويتهم بالانتماء لتنظيم إرهابي ويساوم في نفس الوقت على أن يخرج من هذه الجريمة مقابل مثلا 200,000 دولار، وبالتالي هو يضطر لبيع بيته وبيع أملاكه، وربما يضطر إلى الاستدانة من هنا وهناك لفكاك رقبته. إذن بالمقابل هو يتحدث، هذا الرجل يقول هنالك يعني جماعات معروفة بالقتل وهي التي تساوم الأبرياء. تخيل أن القاتل يساوم البريء. أين الحكومة؟ أين رئيس الحكومة؟ نحن نأمل، وأنا أتحدث هنا كعراقي وجنابك كعراقي، جميعنا نأمل أن نرى حكومة عراقية قوية بغض النظر أنها شيعية سنية. هذا الأمر لا يعنينا. الذي يعنينا أننا نكون أمام حكومة عراقية وطنية، إرادتها وطنية، أهدافها وطنية، عملها وطني، لا تأتمر بأوامر خارج وتنظر لمصلحة المواطنين ولا تنظر لمصالح الدول الخارجية. على سبيل المثال اليوم كارثة الدولار العراقي. تعلم جنابك أن الدولار العراقي يباع في المصارف الحكومية ب 132,000 دينار. المئة دولار يباع ب 132، بالمقابل يباع في السوق بأكثر من 100 اليوم، أكثر من 147,000. هذا يعني أننا نتحدث عن أكثر من 15,000 دينار عراقي فرق في المئة دولار. والبنك المركزي العراقي يبيع كل يوم يعني أكثر من 150 مليون دولار. إلى أين تذهب هذه الأموال؟ القضية مخيفة، وهنالك يعني جماعات تثري على حساب مصلحة الوطن، وهنالك جماعات دخلها اليوم في العراق أكثر من 400,000 دولار، إن لم يكن مليون دولار باليوم الواحد. تخيل معي، هذه مداخيل لا تكون حتى لرؤساء يعني ظلمة في دول أخرى. وبالتالي أتصور أنه حالة التراخي الأمني وحالة التراخي الاقتصادي هو الذي جعل هذه القوى تتقوى في الشارع العراقي، لأنها صارت تملك المال، ومن يملك المال يمكنه أن يملك السلاح، ومن يملك المال والسلاح
يمكنه أن يفلت من عقوبة القانون الضعيف. طيب أستاذ سالم، بالعودة إليكم مرة أخرى، عندما تغيب سلطة القانون، ما هو أو ما هي إلا نتيجة من نتائج نظام المحاصصة الذي جاء به الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى الآن، ونحن الآن نعيش نتاجات نظام المحاصصة وحكومات الفساد مثل ما يسميها العراقيون. ما الذي تريد أستاذ سالم، ما الذي تتوقعه من حكومات جاءت برعاية أمريكية هدفها إضعاف العراق، والدليل أن هناك ميليشيات عليها عقوبات أمريكية تصول وتجول وتتسيد العراق؟ ما يجري اليوم في العراق هو هذه النتيجة، هو نتيجة غياب سلطة القانون وغياب الدولة، والدولة التي سلمتها الولايات المتحدة بعد أن أسقطتها، هي أسقطت الدولة ولم تسقط النظام، هي أسقطت الدولة العراقية ولم تسقط النظام، أسقطت الدولة بكل مرافقها وكل مكوناتها وسلمتها إلى ناس ليس في قلبهم رحمة ولا حبا للوطن، قد جزء مرتبطون بأجندة دولية خارجية، وكان هذا هدفهم، ولا نتوقع من هكذا حكومات أكثر مما يحدث في هذا البلد. فالمطلوب إعادة الدولة وإعادة إدارة الدولة إلى مساره الصحيح، وهذا يتطلب جهود ويتطلب تضحيات، لكنه الشعب العراقي بكل مكوناته تعب جدا جدا جدا، ليس بإمكانه إلا بقوة خارقة من ربك زائد القوة الدولية بتغيير ما يحدث في البلد، وإلا الحكومات الحالية، الحكومة الحالية الموجودة في العراق والحكومات السابقة هي التي ساهمت في تدمير البلد أكثر وأكثر، ولا تريد أن يعود البلد إلى وضعه الطبيعي ويكون ويتبوأ مكانته بين الدول العالم. تتوقع أستاذ سالم أن مع كل الأسف عيدة مرة ثانية، الحكومات العراقية ساهمت في تدمير أو في تدمير ما تبقى مما لم تدمره الولايات المتحدة والتحالف الدولي. تستمر تناقص أعداد المسيحيين في العراق تتوقع خلال المرحلة المقبلة؟ يوميا في تناقص، نعم، كل ما تكون هناك أزمات أمنية، أزمات اقتصادية، تجاوزات، خاصة والأزمة الحالية التي هي صارت أزمة تريد منافسة على زعامة الكنيسة وعلى إدارة أملاك وأوقاف الكنيسة، هذه كلها تجعل المواطن المسيحي لا أمل له في هذا البلد. نعم أستاذ سالم. دكتور، نعم. المسيحيون هم يعني أهل العراق الأصليين، يعملون على تهجيرهم على هذا النحو لصالح مصالح إقليمية، يا ترى كيف يرضى الأمريكيون بمشروعهم الأمريكي أن يكون من ضمن نتاجات هذا المشروع أو نظام المحاصصة الذي تتسيده الميليشيات، المعاقبة أمريكيا، أن تتناقص أعداد المسيحيين في العراق؟ طبعا في الحقيقة يعني المكون المسيحي في العراق مكون وطني مسالم عامل منتج مجتمعي لطيف ودود هادئ ووديع ونظيف ونزيه، وأنا أتكلم هنا في ضوء تجربتي لأكثر من يعني 30 سنة معه. يعني كنا يعني في مناطق متجاورين وكانوا قمة في كل شيء، في الأخلاق، في الكرم، في الطيبة، في التواضع، في التلاحم، في أي شيء. والمؤامرة التي صارت وأي قوة حاولت إيذاء المسيحيين هي لا تمثل الإسلام، وهي لا تمثل الحالة الوطنية العراقية النظيفة. أي قوة تحاول الحاق الأذى بالمسيحيين أو بأي مواطن أو بأي إنسان بريء هي لا علاقة لها بقوانين السماء ولا بقوانين حكومات العادلة. وعليه أنا أتألم جدا حينما أسمع مثل هذه الأرقام، وقد كنت في الأردن لأكثر من 10 سنوات ولاحظت أن السفارات الغربية كانت تعطي الأولوية للمسيحيين لتهجيرهم إلى أوروبا، ولم تسعى هذه السفارات وهي جزء من القوى التي شاركت في احتلال العراق
لم تسعى إلى تصحيح الحالة العراقية. لماذا لا نقول أنها سعت إلى جعل الحالة العراقية هكذا؟ نعم، وعليه من يحب المسيحيين يفترض أن يهيئ لهم مكانا آمنا في بلدانهم. تعلم جنابك أن المسيحيين تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا ممتلكاتهم وتركوا يعني علاقاتهم الإنسانية وتجارتهم وكل ما يملكون، واضطروا للهروب بأرواحهم. لماذا وجدنا حرصا غربيا على استقبالهم كلاجئين، وفي ذات الوقت وجدنا تغافلا غربيا عن إيجاد حالة إيجابية في العراق يمكن أن تكون خيمة للمسيحيين وللمسلمين ولكل مواطنين؟ إذن القضية كانت مقصودة لإفراغ العراق من المكون المسيحي. أنا أأمل حقيقة، وهذه أمنية حقيقية ولا أقولها مجاملة للأصدقاء المسيحيين، وإنما أقولها أمنية حقيقية، أن أرى في القريب العاجل عودة جميع المسيحيين إلى العراق، لأنهم جزء حيوي من اللحمة العراقية، من البنية العراقية، من الفسيفساء العراقية، ولأنهم فعلاً يعني قادرون على تقديم الأفضل للعراق، لأنهم كانوا في أغلب الأعمال التي يعني سواء الحكومية أو غير حكومية كانوا يعني قمة في الإخلاص والنجاح والإبداع. إذن أقول وأكرر نقطة مهمة، وهي أن من آذى المسيحيين لا يمكن أن يمثل الحالة الإسلامية ولا يمكن أن يمثل الحالة الوطنية العراقية. هؤلاء نفر يعني لا يمثلون الحالة الإنسانية النقية، وهؤلاء تحركهم يعني قوة خارجية لا تريد خير للعراق والعراق. نعم أستاذ سالم، بالتأكيد هناك الإخوة المسيحيون في خارج العراق، سواء كان في الدول الأوروبية أو في أمريكا وأستراليا وإلى آخره في العالم خارج العراق، ينظرون إلى ما يجري للداخل العراقي وللمسيحيين في الداخل ومن استحواذ على ممتلكاتهم وعلى كنائسهم. يا ترى بالإمكان أن يكون هناك تحرك من قبلهم تجاه هذا الإرث أو هذه الذكريات أو هذه الأصول داخل العراق، وهم متمسكون وجدا متمسكين في بأصولهم العراقية؟ يعني أنا أعيد الضيف الكريم، المسيحيين هم جزء أساسي وأصيل من مكونات المجتمع العراقي، ومعروفين بكل ما ذكره الضيف الكريم، وإحنا جزء مهم جدا في بناء المجتمع العراقي منذ البدء لليوم. لكن الدول الغربية وخاصة التي توحدت في إسقاط الدولة العراقية كان لا يهمها غير مصالحها الضيقة فقط. لكن بقناعتي لقد آن الأوان للتدخل، سواء كانت كحكومات أو تحت ضغط جماهيري من شعوبها أو المنظمات المجتمعية الدولية التي تساهم أو تهتم بحقوق الإنسان وحقوق المكونات. لقد آن الأوان بالتدخل عبر تحالف دولي آخر لإنقاذ ما تبقى من المسيحيين من هكذا ظلم الذي يجري بحق المسيحيين وبحق المكونات الأخرى في المجتمع العراقي. هذا التدخل ممكن أن يحدث دكتور، يعني تحالف دولي يكون ضد الميليشيات المحمية دوليا؟ لا أعتقد أن قضية التدخل الدولي باتت بعيدة، مع احترام للسيد يعني المتحدث، أنه اليوم أمريكا ورطت العراق وهي المسؤولة قانونيا وأخلاقيا، وبريطانيا أيضا، عما جرى ويجري في العراق. لكن أعتقد أنه اليوم الكرة بملعب الشعب العراقي. أنا أتصور أنه التلاحم الشعبي العراقي، أنا يعني مؤمن أن العراقيين يمكنهم قلب الطاولة، أنا مؤمن أن العراقيين من الشعوب الحرة، أنا مؤمن أن العراقيين سنة وشيعة، عربا ويعني من غير عرب، مسلمين وغير مسلمين، أعتقد أنهم يعني لا يرضون بالضيم، لكن القوة يعني القاتلة هي التي أجبرتهم على الصمت. وبالتالي مع ذلك رأينا أن شباب تشرين في حكومة عادل عبد المهدي
أنهم يعني شباب في مقتبل العمر وكانوا يتحدون الموت وكانوا يتحدون النيران الحكومية وقد قتل المئات منهم، لكن حكومة عادل عبد المهدي اليوم حرة طريقة وجميعهم أحيلوا إلى التقاعد وليس إلى القضاء، وهذا الأمر حقيقة مخجل. وأتصور أنه يفترض إحالة كل قاتل للعراقيين إلى القضاء. أي قضاء دكتور؟ أنا أتكلم في الحالة الصحية وليس في الحالة قائمة. لا توجد في العراق حالة صحية. نعم أنا يا أستاذ دكتور أنا أتكلم في الحالة حينما أقول يفترض. أنا منذ بداية حلقة وإلى الآن أنا أنتقد الحالة، وبالتالي حينما أقول يفترض أنا أقول في الحالة يعني هم أعدموا صدام حسين على جريمة في 2006 على جريمة بالثمانينات، هم يقولون أنه قتل يعني مواطنين في الدجيل، وبالتالي جرائم القتل لا تسقط بالتقادم. وعليه أعتقد أنه هذا الأمر يفترض بهم إن أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من القضاء أن يسعوا لتطبيق القانون على خارجي على قانون. نعم. يعني من لم يعني يتورط بدماء العراقيين عليه أن يسعى لتطبيق القانون. أما الحالة العراقية اليوم فلا يمكن الجزم بأن فلان لم يتورط وفلان لم يتورط، الحالة مربكة والحالة معقدة، وبالتالي أتصور أنه الكلام وإعادة الكلام في المشهد العراقي ربما صار مملا، لأن الحالة العراقية صارت مفهومة لأبسط مواطن في العراق. حينما تذهب معي الآن إلى أي نقطة بعيدة في العراق وتسأل مواطن عراقي يقول لا يوجد لدينا حكومة قوية قادرة على تطبيق القانون. هذه الحالة معلومة لكل مواطن، إذن التشخيص موجود والخلل هو في إيجاد حكومة وطنية عراقية قادرة على تطبيق القانون على الجميع، لا يوجد سين فوق القانون وصاد تحت القانون، لا الكل تحت مظلة قانون. القاتل يحاسب، السارق يحاسب، المبتز يحاسب، المرتشي يحاسب. أما أنك تحاسب فلان بشبهة قتل ويحكم بالإعدام وفلان قاتل معلوم القتل وهو حر طليق ويأمر باعتقال الآخرين، هذه حالة من يريد أن لا يبني الدولة. إذن يعني لندع هذه يعني هذه النرجسية في الخطاب ونتكلم بحقيقة لا واقعية لا أن التشخيص صار معلوما للجميع والخلل هو في التطبيق. كل الأطباء أجمعوا على أن هنالك حالة مرضية تتطلب عملية جراحية، لكن لا أحد من هؤلاء أو لم يعطوا الإذن من عائلة المريض أقصد الشعب بأن يجروا العملية السياسية الجراحية، وبالتالي إن لم تكن هنالك ثورة شعبية في العراق أعتقد لا يمكن سنلتقي بعد عام بعد عامين بعد 4 أعوام في نفس هذا المكان ونتحدث نفس الكلام، لأنه كما تعلم تحدثنا في هذا الكلام قبل 5 سنوات وسنتحدث به بعد 5 سنوات إن لم يكن هنالك عمل شعبي عراقي للتغيير. شكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا للأستاذ سالم كاكو نائب سابق في برلمان كردستان العراق عن الطائفة المسيحية. شكرا جزيلا أستاذ سالم. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.